البرنامج يعني عملت البرنامج اكيد، احنا عامل خلاص دراسات فاضل اربع عليه خمس ومعمول ايام. وكل حاجه، ننفذه على طول تاني يوم يعني. كيفيه تنفيذه يعني، اشرح لنا شويه برضو ماذا سيحدث. بص انا بتكلم على ثلاث اهم محاور، النقاط يعني اللي اهم فيه. انا بتكلم على ثلاث محاور بالنسبه للنادي الاهلي او اللي اهتم بيه النادي الاهلي. قبل اي حاجه انا بفتخر الانتماء للنادي الاهلي، بفتخر ان انا نزل الانتخابات، بفتخر ان انا قائمه على قائمه المهندس محمود طاهر، ومتهيألي لكل اعضاء النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي فخر اللي يمثل النادي الاهلي او يقدر يخدمه في مجلس اداره. انا ماسك الملف الطبي في قائمه المهندس محمود طاهر، لان قائمه ملفات، هو وزع ملفات علينا كل واحد ملفه. انا واخد الملف الطبي. الملف الطبي بنتكلم في ثلاث محاور اللي هم يهموا الناس. اول محور فيهم اللي هم الرياضيين، تاني محور الاعضاء، ثالث محور العاملين والموظفين بالنادي الاهلي. هبدا بالموظفين والعاملين بالنادي الاهلي. هم عندهم تأمين طبي تبع الوظيفة، بتخصم مرتبات من بتخصم من مرتباتهم الفلوس بتاعت التأمين، بتخصم المرتبات. ولكن لما ابتدينا نسألهم وندور في القصة لقينا ان احنا عاوزين نزود او نحسن التأمين بتاعهم، لان في مشاكل كتير عاوزين نحسن. ده اول محور. تاني محور وده يهمني كتير جدا، اللي هم اولادنا اللي بيلعبوا رياضة وابطال مصر الرياضيين اللي في النادي الاهلي. عاوزين نعمل لهم منظومة الوقاية من اصابات الملاعب عن طريق برامج احمال، عن طريق دكاترة متميزين مصريين واجانب. عاوزين نعمل لهم التغذية الرياضية، عاوزين نعمل لهم الاعداد البدني والاعداد النفسي عن طريق دكاترة معتمدين في الإعداد النفسي، إزاي أصنع بطل بحيث أن أنا أقيم من إصابات الملاعب. ولا قدر الله حصل إصابة ملاعب، بنحاول إن شاء الله هنعمل لهم تأمين طبي شامل ضد إصابات الملاعب. النادي الأهلي اللي هيتكفل بيه هيدفع فلوسه وهيعالج الولاد. هنقول كان في تأمين طبي على اللعيبه الرياضيين، مش تأمين، بنغطيهم. الرياضيين بوجه عام يا فندم، الرياضيين بوجه عام مش الكوره بس، عشان انت عارف حضرتك الاهلي بيبقى اسمه بيرتبط كله كله كله. الكوره ده جزء كبير في النادي الاهلي، لكن ده جزء وليس الكل. انا بتكلم على الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه وكل الالعاب اللي في النادي الاهلي. لقينا لمسنا ان في مشاكل كتير موجوده، في تأمين بس في مشاكل كتير موجوده في صوره البيروقراطيه وامضاء الورق والتحويلات. احنا عاوزين نعمل لهم مع شركات عالميه، شركات المانيه في التامين، تيجي تعمل لهم التامين الطبي. بيبقى كل لعيب رياضي معاه كارت غير كارت النادي الاهلي، كارنيه تاني اسمه كارنيه رياضي بالنادي الاهلي، يقدر يتوجه بيه لاي مستشفى يتعالج ببلاش. النفقات كلها شايلها. موجوده يا فندم اعتقد. لا موجود في بعض المستشفيات، في بعض المستشفيات يعني عندنا مستشفى واحد عاملينها، بنهتم اكتر بلعيبه الكوره. اللعيبه الثانيه لازم بيروح للمدير الفني، لازم بيروح رئيس الجهاز، لازم يروح لمدير النشاط الرياضي ثم يتوجه. عملت كارنيه؟ لا ما عملتش لسه. يعني انا اقصد ان هيتعمل كارنيه. ثاني حاجه هيبقى شركات اللي هي شركه من المانيا، شركه ميونخ ميد، هي اللي هتغطي لنا القصه دي. ده احنا بنجري مباحثات معاها بحيث ان تغطي لنا كل التكاليف واحسن علاج واحسن سبل علاج. وفي نفس الوقت هيبقى في محفظه ماليه ثانيه موجوده، لو في مشكله الولد عاوز يسافر الرياضي نقدر نسفره. موجوده في لعيبه الكوره لكن مش موجوده في بقيه الالعاب، ان يقدر يسافر بره مصر لو حالته تستدعي ذلك. النفقات دي كلها متغطيه من شركات، من شركه التامين اللي هتغطيها، من شركات التامين. ده هيبقى من خلال كارنيه، كارنيه رياضي لكل الاعضاء الرياضيين، كل الاعضاء او كل الرياضيين. انا اسف، كل قطاع البطوله. يعني عندنا النشاط الرياضي في النادي بنقسم لقطاع اكاديميات وقطاع البطوله. اي حد في قطاع البطوله انا اغطيه، النادي الاهلي مش انا، النادي الاهلي اللي غطي. المحور الثالث اللي احنا عاوزين نستفيد منه، احنا في النادي الاهلي في 147 الف اسره، فكميه اعضاء كبيره، عاوزين نغطيهم تحت مظله تامينيه. دي كانت هتبقى المفروض اول مره تتعمل في نادي في مصر، اللي ندي مظله تامينيه تغطي الاعضاء بتوع النادي. ممكن نغطيهم بطريقتين. في طريقه سهله جدا اللي هي نظام النقابات المتبع في النقابات المصريه، اللي انا بدي له كتيب اقدر اغطيه في 2600 او من 2600 ل 3000 منشاه طبيه، سواء تشخيصيه او علاجيه او اقدر اغطيه بيها. اقدر اغطيه عند دكاتره استشاريين في العيادات والذي منه بكارنيه النادي الاهلي، يقدر ياخد تخفيضات. ده النظام المتبع في النقابات المصريه، وده نظام سهل جدا نقدر نطبقه على الاعضاء، والعضو ما يتحملش اي حاجه، مفيش اي فلوس هيدفعها. او هنبدا عن طريق شركات تامين، برضو شركات تامين عالميه، نبدا العضو يدفع حاجه بسيطه في السنه فوق العضويه بتاعته لمن يرغب وليس فرد، بحيث ان احنا نقدر نغطيه فول انشورنس، يعني غطاء تاميني كامل. تمام. طيب شغل حضرتك الخاص هل ده ممكن يتعارض مع وجودك كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ بمعنى يعني حضرتك واحد من اشهر جراحين التجميل اللي موجودين في مصر، وده معروف الحقيقه، وبالتالي هل ده ممكن يكون عائق قدام شغلك، يعني شغلك الخاص قد يكون عائق قدام وجودك في مجلس اداره النادي الاهلي؟ خالص. انا حققت نجاحات كتير في شغلي، ومتاني اذن الوقت اللي انا اخدم بيتي اللي هو النادي الاهلي.